زواج الرجل من امرأة تكبره سناً، هل أنتم مع أم ضد؟ يعتبر زواج الرجل من امرأة تصغره بعشر سنين أو أكثر أمراً عادياً جداً في مجتمعنا، ولا مشكلة فيه. ولكن الرجل إذا أخبر عائلته بأنه سيتزوج من فتاة تكبره بسنة أو أكثر ويحبها ويرى فيها أماً لأبنائه، فهنا تنبع مشاكل رفض جميع أفراد الأسرة والأصدقاء بين مؤيد ومعارض. لذلك نطرح عليكم موضوع النقاش التالي: زواج الرجل من المرأة التي تكبره سناً، هل أنتم مع هذه الفكرة أو ضد هذه الفكرة؟ ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك وشارك الفيديو.